صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ عرف بعضه أي تحريم مارية، تحريم مارية، وأعرض عن بعضه وإخباره صلى الله عليه وسلم عن ولاية أبي بكر وعمر من بعده، هذه لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وإنما بين لحفصة، ما قال لحفصة لماذا قلت كذا وكذا، وإنما قال لها عن تحريم مارية أو تحريم العسل فقط، ولم يقل لها لماذا أخبرت عن ولاية أبي بكر وعمر. فهذا والله أعلم معنى قوله عرف بعضه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرض عن بعض. نعم.